لعام 2020 بطولة الورد على الانطلاقة. هذا الشوط النهائي، هذه التصاريح اللي أظهروها المحللين. كلاشو بن اللي وصعبة ومية وبتشة من حايل صعبة، تصريح العرماني لهذا الشوط النهائي. شوط النهائي ما له غير هذا الشوط، بن اللي ولا كلاش بالمسار الأول. كلاش على انطلاقة قوية على المسار. الله 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 على كلاش. خلف مايا وبن اللي يقترب، بن اللي تقترب. هذه الإيطالية، الإيطالية النمريات. براما بوستا، براما 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 بوستا لبن اللي. الله أكبر الله أكبر الله 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 الله. على المركز الأول، هذه البرون باستا، هذه الإيطالية، هذه النمرية اشتد الميدان. كلاشو بنلي المانع قال وصرح الأول والثاني لبنلي وكلاش. لكن هناك المفاجأة صعبة، صعبة تغترب، صعبة ممكن تخطط وتخطف الأنظار والأضواء. لكن بنلي مستمر على ال 500 متر. الله 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 الله. سلامي السلام، سلامي السلام لجروب القوة والعمالقة وجروب الحزم على مايا، على بنلي، على شوط صعب، على شوط نهائي، على الجائزة، على الكأس، على البطولة بمنطقة الأحساء، ببطولة الورد على 20 متر. نبارك لبنلي الإيطالية. صعبة تقترب، صعبة على النهاية، ولكن ألف مبروك، ألف ألف مبروك لبنلي. مع الزي وبوها سهر نداه كل النواه.